عسلامة، إن شاء الله تكونوا بألف خير. يا ربي رجعنا لكم في فيديو جديد، فيديو كله نشاط، كله تحفيز، كله موتيفاسيون، حاسيلو اللي تحس روحها بالحق باخلة تتفرج على الفيديو هذي. الفيديو هذا هو البارت 2 متاع الفيديو اللي هبطوا آخر مرة، دونك هذه الكملة متاعو. حاصيلو قديش شخت عليه الفيديو هذي، علاش؟ على خطر حطيت فيه لمسة جديدة، حطيت فيه شوية تغيير يبدل المود، يبدل النفسية. تعرفوني أنا قلقية وما فماش حاجة في حياتي خير لي من مملكتي، معناتها دويرتي وعائلتي والجو اللي نرقد ونبيت ونصبح عليه، فلازم يكون بيرفكت. معناتها نركز عليك التفاصيل الصغيرة اللي تزيدني بالحق بلوس لنفسيتي ولحياتي الخاصة. دونك هذاك علاش ديما نحاول نبارتاجي معاكم حاجات باش انتوما تحبوها. نحببكم في الدار، نحببكم في الديكور، نحببكم في النظافة. انتم ما شاء الله عليكم بالطبيعة، اما انا مثلا كي نتفرج على برشا قنوات اجنبية، الكونتوني متاعهم كيما الكونتوني متاعي انا على اليوتيوب، يشجعوني ويحفزوني ونقوم حتى نكون بخلا نقوم. ان شاء الله انتم زيدا كي تتفرجوا على فيديوهاتي تتشجعوا، هذه احسن حاجة تربحوها مني بالحق. سينو بالنسبة للتنظيف، فما برشا جدد تزيدوا للقناة ما يعرفوش اللي أنا مركبة بابيي كولون ديجا لسق على الفايونس. دونك البابيي هذا راهو ريزيستون للماء، ما يصير له حتى شيء، سوف كو انه يتمسخ بالطبيعة كيف الفايونس العادي، فلازمته تنظيفة. فشفت البرودوي هذا اللي وريته لكم بفيوريلو، روعة روعة روعة، يسلت الزيوت والغبابر والأنواع الأوساخ الكل، يخليها هكا تبرق الدنيا. نظف به الفور، الغاز، الفايونس، لي بلاكار، نظفت به الكوجينه كامله، راهو روعه روعه روعه. معناتها ريتك اللي ما يخليكش تبدا تفرك وتحك لين تتعب، لا يذوب يذوب، معناتها تحسه اوب يخرج الدنيا الكل على برا. في الفيديو هذايا حاصيل وحبيت نعمل نتواياج كامل للكوجينه، لي سيرفاس الكل 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 نظفتهم بالبرودوي هذايا. وكيما شفتوا اول حاجه عملتها نحيت لي سخوك اللي محطوطين على البلان دو ترافاي وغسلتهم وشللتهم، وهذوكم باش تخبيو خاطر باش نبدل كل شيء. بون معناتها باش نجدد، فهيك علاش غسلتهم يتخبيو على النظافه. وشفتوا هوني هكا نظفت بيه حتى لي بلاكار اب دي اف ستراتيفيرا ولا البلاكارات نتاعي، دونك نظفت بيه الدنيا الكل. شوفك باش خرج لي لاش، راهو روعه هالبرودوي هذايا بالحق. انا ديجا بامال دو فوا نتاقي الباج نتاعو سور انستغرام، اللي انتريسيت نحط لها اليوم، ماهيش اشهار اما راهو برودوي طياره. نحب نفيدكم بيه به في نهار. تتخيلوا انتوما كل شيء بعد هيك الحكين والتنظيف، زاد البلاكارات الكل جبتها وعملت تري، خليت اللي حاجتي بيه الكل على برا واللي ما نسحقوش برشا حطيته الداخل. كيف كيف الحكوك الكل تنظمت وشدت بلاصتها وتعبيت، ما شاء الله محليها نظافة. راهو إذا كانت تحبوا بالحق تعملوا نظام في حياتكم، أعملوا مخطط شنية أول حاجة تعملوها، شنية ثاني حاجة، شنية ثالث حاجة، وتبدأوا في مرحلة التطبيق. تلقى روحك قاعدة تخدم وتنظف في دارك وترتبها بنظام، معناتها فهمتوا. مثلا أنا أول حاجة عملتها هيك الحكوك عمرتهم ونظفت البلاكارات نتاعهم، عملت تري نتاع المعون، خليت اللي حاجتي بيه على برا واللي ما حاشيش بيه من داخل، نظفت البلاكارات من برا وانا معناتها من داخل وانا خارجه، فهمتوا. تبقوا الطريقه هذيا اللي قلت لكم عليها تو تراو قديش تخدموا وانتم مرتاحين نفسانيا. معناتها تبداوش هكا مجهم عليكم وما تعرفوش منين باش تبداو، لا بشويه بشويه تلقى روحك خدمت كل شيء في وقت وجيز وانت بالك مرتاح، فهمتوا. حاسيلو طبقوها وتفكروني. كيف كيف الشباك تعملت له غسله، القاعه تنظفت سورتو النهارين التالي فما شويه عجيج، فلازم تنظيفها عميقه. والقميله هذه ادت الوجب نتاعها على احسن ما يرام، دونك نغسل لها هيك الطبقه نتاعها، نلبسها لها ونحط لها شويه معطر اي فوالا، ونخليها تبدا تدور وتسركل وتمشي وتنظف. الحقيقه هايله وعامله بها جو.
وصلنا توا لاحسن بارتي اللي هي الديكوراسيون. بديت بالكوفي كورنر، دونك نحيت السيبور هذيك على خاطر يزي مقعد. قعد والحفر هذوكم تسكروا بشويه ماستيك، دونك مرمه اخرى ما صورتهاش، دونك جوست حبيت نوريكم انه الكوجينه فاضيه. ونحيت معناتها اكليماش نستحق الكل، كسوا في البلان دو ترافاي وفي الكوفي كورنر الكل، باش نحاول نبدل وهكا حتى بلمسات خفيفه جديده. راهو عندي البلاتو هذيا مع البلانش هذيا خديتها، والله نسيت منين سامحوني. دونك الكراف هذيا حطيت فيه المغرف هذاك، ما نجوش نستغنى عليه على خاطر يلم لي كل شيء ما شاء الله واسع ومنظر ياسر مزيان. وعندي الكعبات سيتروي هذوما لقيتهم اخر مره برومو، دونك مشيت شريتهم. وعندي القريعات هذوما زيد الصغرونات، حاسيلو لمسات خريفيه خفيفه بسيطه. والشماعات هذوما زيد الفورما نتاعهم كعيبات سيتروي وبارفيمي، يصيبوا ريحه بنينه ياسر محلاها. دونك فوالا هذا الكورنر الاول ياسر محلاه. وهذا الكورنر الثاني، حصيلو عندي هيك السيبور ياسر محلاه، قعد مطيش هكا في البلاكار، قلت والله خليني نستغلو. دونك لعبت على الالوان البيج لي كرول الماران، هكا جون شويه لونجي، الوان خريفيه. ولا بما انه انا نموت على الخريف والشتاء والبرد والمطر، هذا جوي، نلقى روحي عاملة جو مع الألوان هادية. فديما ماذا بيا في داري نعمل اللي نحب، نخرج ونبعد عن العالم اللي الظالم اللي قاعد صاير توا معناتها اللي قاعدين نراو فيه. ما نجم كان يتعبني، نفسيتي تتعب ونحس روحي اللي أنا ننتمي إلى عالم خايب برشا قاسي وظالم بولا. فنهرب قدر الإمكان، وكيف نهرب في دويرتي ما عندي وين نمشي، اما اهو كنعمل جو وحدي. فوالا هيك هي. دونك هذا الكوان اللي بجنب اللي في، دونك هكا زاده كيف كيف الوان خريفيه، الصابون ليكيد مع كعبه بامبكنز حطيت اللوطه. دونك توا باش نتعداو نزينو الكوفي كورنر، بما انه القهوه الواحد يتفنن فيها يشربها في كاس كبير، يشربها في كاس صغير، يشربها معناتها كافي غلاسي ولا قهوه سخونه عربي اللي هي حاصيله. نحاول نحط مستلزمات القهوه الكل فوق الكوان كافي هذيك التابل نتاعها. دونك محلاها والله، راهو فما مثال تونسي يقول تغيير السروج فيها راحه. دونك انت كل مره تبدل حويجه تي ميم بارا، وحتى حاجه هكا تحولها من بلاصتها تحس اللي ما حاجه جديده تحطت ولا هي تزادت معناتها، فهمت هيك الكل يلعب على النفسيه. راهو والله صدقوني هذاك علاش راني كدوده نتحرك ياسر فرصتو. كل مره نبدل، عندي لي دو بواط هذوما اللي خذيتهم اخر مره من ماجازان تمر، واحده حطيت فيها البن واحده حطيت فيها كعيبات كوكيز هكا مع قهيوه محليها. دونك هذه البن اللي نستعمله ديما راهو الحقيقة احنا في تونس بوندان هي اللي تعجبني، فما ماركات اخرى اما هي الوحيدة اللي حسيتها بنينة معناتها، فهمتوا؟ فاهوكا باش تعرفوا، خاطر ديما تسألوني شنية القهوة اللي تستعملها صافية ولا مخلطة، دونك المخلطة ولا صافية راهم زوز بني، فهمتوا؟ اوكا كل ما المتوفر نشريه ولا فهمتوا. وهذا التابلو مش نحطه فوق الكوان كافي، عملته وحدي، شفتوا محلاها خريفي ولا مش خريفي. حطيته غديكا معها دبوت واحده سكر واحده بن، سيبور هذيا او شمعدن ما حطيت فوقه حتى شيء غير كو هو هكا واقف مزيان، وكعيبه بامبكن على السيبور نتاعها. اي فوالا معناتها ديكوراسيون خفيفه ظريفه محلاها شتويه برا.
وهذه الكوفي كورنر كيفاش وليت ياسر محلاها هكا حاجه جديده تزيدت فيها. دونك بلا ما سيت ما كلفتش روحي مثلا ولا بالموجود عندي في الدار، دونك زينتها وعطيتها روح جديده. هذوما لي سيرفييت محليهم ماشيين الالوان نتاعها على التيم اللي انا نحب عليه. دونك كعبه سيتروي هذيك عملتها انا ولصقتها في هكا ياستيك صغرون وشديتها باش نحطها هكا هكا كديكوراسيون بسيطه على الفور وخرجت ياسر محليها. سينو هذه ديكوراسيون اخرى باش نحطها فوق الطاوله نتاع الطاوله اللي نتاع الكوجينه معناتها نفطروا عليها. دونك هكا سيرفييت حطيتها بالطريقه هيكي امتي بريكولاج باش نعملو معاكم ولا دي اي واي. دونك شفتوا الحكايه هذه عندي حكه باللار كبيره وعندي العرجون هذه لاصق فيه كعبات سيتروي. نتذكر شريته عنده شهرين ولا 3 شهور لتالي وقتها من سوق فرنسا في سوسه. دونك محليهم حبيت نستغلهم هيك كعبات السيتروي نحيته من والله هو نجم الديكوري بي هو هكيك امانه الحقيقه ما عنديش وين نعلقه. هي الفكرة انسبيريتها من عن بينترست ياسر محليها فحبيت نعمل كيفها وإلا تشبهها. دونك شديت كعبات السيتروي هذوما حديتهم فيك الحكة البلارة مع هذم الكعبات متاع السنوبر حاسيلو ياسر فكرة محليها غيان كو عبيتهم في الحكة وكهو عطاو هكا ديكوراسيون محليها ديكوراسيون ايفرنال اوتونال تمشي معناتها ياسر حلوة وسكرت عليها تتحط على البلانش. وعندي هذوما اللي دو سيلاندر بلار دونك محلولين وحطيت عليهم كعبات شمع هكاها هيك هي. عندي كعبات بومكن اخرين زدت كملت حطيتهم في الاخر حاسيلو تتراو من بعد الديكوراسيون فينال الكوجينه كامله وضربه اسبيراتور بيان سور خاطر الا ما تيح تفشى مع الديكوراسيون هذيك الدنيا نظيفه الكل تلاش. ان شاء الله عجبكم فيديو اليوم ان شاء الله حفزكم ان شاء الله انسبيريتو مني حتى شويه. نستنى تعطيوني رايكم في التعليقات اللي تفرحني برشا بيان سور. نبوسكم برشا ونتلقاو اكيد في فيديوهات اخرى وبرشا افكار اخرين. باي باي وبسلامه.